الجامع الكبير بصنعاء باليمن، من أقدم المساجد الإسلامية، وهو أول مسجد بني في اليمن وثالث مسجد بني في الإسلام، ويعتبر من المساجد العتيقة التي بنيت في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أجمعت المصادر التاريخية على أنه بني في السنة السادسة للهجرة، حين بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصحابي الجليل وبر بن يوحنس الأنصاري واليا على صنعاء. وحدد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الساحة التي يبنى عليها الجامع الكبير، كما رواه ابن هشام في السيرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر ببناء جامع صنعاء بين الحجر الململم وبين غمدان. وكان أول بنائه بسيطا وصغيرا جدا، فكان مربع الشكل طول ضلعه مترا، له باب من الناحية الجنوبية وبه 12 عمودا أشهرها المنقورة والمسمورة، ومقسم من الداخل إلى 3 أروقة. تعرض الجامع خلال العصور الإسلامية المتتابعة إلى تجديدات وتوسعات عديدة، وكان من أوائل هذه التوسعات قام بها الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك في ولاية أيوب بن يحيى الثقفي، شمل التوسع في الاتجاه الشمالي من ناحية القبلة الأولى إلى موضع القبلة الحالية، وعدة توسعات أخرى في عهد العباسيين وبني يعفر. الجامع الكبير بعمارته الحالية منارتان يبلغ ارتفاعهما تقريبا 36 مترا، كما يميز الجامع وجود الاسطوانات التي يبلغ عددها 180 اسطوانة والأبواب 13 بابا. تقع بالجامع الكبير مكتبتين، الشرقية والغربية، وتحوي نفيس المؤلفات وجليل الموسوعات في مختلف العلوم والفنون، وتقدر عدد المخطوطات الموجودة في المكتبتين بأكثر من 10,000 مخطوطة، كما ذكر ذلك الأكوع في كتابه مصاحف صنعاء. ويحظى الجامع الكبير بصنعاء اليمن بمكانة عالية، ويحتل أهمية بالغة في الموروث الإسلامي والمعماري والحضاري، يزيده قدرا وأهمية أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله هو من أمر ببنائه وحدد قبلته، ولم يقتصر دوره على الدور العبادي فقط، بل كان جامعة إسلامية ومدرسة علمية تخرج منها الكثير من الأئمة والعلماء وآلاف الحفاظ والقراء.